أيها الأحبة، أحببت اليوم أن أتأمل معكم عجيبة من عجائب الخلق. الله خلق لنا هذا الكون ووضع فيه من العجائب ما يثبت لنا أن الله حق، وتطمئن قلوبنا أن الله هو خالق كل شيء وهو مدبر الأمر، وأن الذي يرزق هذه الكائنات ويدبر أمورها قادر أن يرزق إنسانا يقول يا رب. أحبتي في الله، هذه في الأعلى صورة بالمجهر الإلكتروني، هنا أيها الأحبة، لقرادة. القراد هي كائنات صغيرة جدا، تكاد لا ترى بالعين، تحتاج إلى مجهر، تعيش على الجلد، على الشعر، على البشرة، في كل مكان تقريبا. كائنات عددها بالتريليونات، خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة هو يعلمها. العلم يكشف طبعا يوما بعد يوم بعض أسرار هذه الكائنات العجيبة. هذه القرادة تعيش هنا على جلد الثور، وتسبب له إزعاجات كثيرة لأنها تمص من دمه، وبالتالي الثور ليس له يعني يدين وأصابع ويستطيع أن يلمس هكذا مثل الإنسان، يحك شعره أو يحك جلده. الثور يعني حركته محدودة، لذلك سخر الله له كائنات أخرى لتخفف عنه أعباء هذه الحياة. سأقرأ معكم أيها الأحبة ماذا كتبت هنا. يتغذى القراد على الدم، ويوجد منه 900 نوعا في العالم. طبعا قلنا القراد هذا هو هنا، هذه الصورة بالمجهر الإلكتروني، أشكال مرعبة حقيقة. يعني هذه الكائنات تعيش على جلد حيوان يدعى الجاموس الأفريقي، وهذا الحيوان لا يستطيع التخلص من هذه الكائنات القراديات التي تنقل له الأمراض أيضا، فيلجأ لبعض أنواع الطيور سبحان الله، حيث يسمح لهذه الطيور بالاستقرار على جلده. هذه الطيور تحب هذا النوع من القراد، وبالتالي يتغذى الطائر على هذه القراديات، وبنفس الوقت يتخلص الثور منها. علاقة مصلحة ومنفعة متبادلة. وهنا يبقى السؤال أيها الأحبة، من الذي علم هذا الحيوان وهداه لجذب هذا الطائر والسماح له أن يخلصه؟ بل من علم هذا الطائر أن يأتي إلى هذا الموضع ليتغذى؟ إنه الله تعالى الذي ضمن رزق هذه الكائنات، وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. تأملوا أيها الأحبة، مخلوق كبير جدا وكائن صغير طائر فوقه. يعني والله هذه الصورة، هذه اللقطة كفيلة أن تشهد أن لهذا الكون مدبر. هذا الطائر لا يمكن بالمصادفة أن يتعلم هذا الأسلوب في الغذاء، وهذا الثور لا يمكن بالمصادفة أن يجذب هذا الطائر ويسمح له بأن يتغذى على جلده. وحتى هذه النباتات لم تكن لتنمو بالمصادفة، فلذلك نقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.